يتعاقدوا معاك. اه وفعلا ساعتها انا لبيت الدعوه الحمد لله، والنادي بصراحه النادي المقاولين وافق ان انا اروح الفتره دي، ورحت قعدت شهر هناك كويس. وعملت التشيك بتاعهم كابتن هاني، الكشوفات الطبيه بالظبط كده انت عارفه، ولعبت مباراه وديه، اتمرنت حوالي اسبوع لعبت مباراه وديه، قعدت شهر هناك ورجعت مصر. لما رجعت النادي وافق، النادي اوتريخت وافق على الانتقال بالظبط كده يعني. وبعت فاكس للاتحاد وبعت فاكس للنادي المقاولين العرب بالموافقه، لكن النادي المقاولين رفض، وكان عرض 250 الف دولار وساعتها مبلغ كبير جدا طبعا. وقالوا لي يعني في 150 الف دولار للنادي و100 الف دولار ليك انت. قلت لهم ماشي، حتى لو انت هتاخد الدولار بكام؟ اعتقد بحوالي 3 وشويه كده يعني. برضه مبلغ يعني وقتها مبلغ كويس جدا. مبلغ كويس جدا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل النادي المقاولين العرب يعني هم مش الحمد لله رب يعني هم مش محتاجين فلوس. وانا الفتره دي كنت موجود ضمن صفوف منتخب مصر، ودي بالنسبه لهم دعايه. تمام. انا ماركتنج طبعا بالظبط كده. هم يعني كانوا حسبوها كده بالظبط. قال لي كده، قال لي احنا مش محتاجين فلوس. تمام. انت راجل لعيب عندنا، لعيب بتمثل من النادي وبتمثل منتخب مصر، فدي عندنا دعايه ميديا كويسه. وخلاص وقف الموضوع على كده. ودخل بقى مين؟ باشمهندس عادل بقى في الموضوع ده لما عرف ان عادل القيادي. حبيبي الغالي المشهور عادل بقى يعني اكيد في حاجات كواليس مع طبعا. هو لما رجعت كابتن هاني خلاص اوكي يعني اتكتب في الجرايد طبعا ان تم رفض العرض بشكل نهائي، واحمد نخله موجود في نادي التضامن في نادي المقاولين. نادي المقاولين وخلاص اوكي. تم التواصل بيني وبين الباشمهندس عادل القيعي وقعدت معاه. هو اللي كلمك؟ هو اول من كلمك في النادي الاهلي باشمهندس سعد لقاي؟ لا مش اول من كلمني باشمهندس سعد لقاي، قبلها بسنه كان في كابتن حازم هواري. كابتن حازم بعت لي حد يعني وقال لي احنا عاوزين تكون موجود معانا وكده في النادي الاهلي، وقبلها بفتره يعني. قلت له ان شاء الله يعني النيه موجوده عندك؟ قلت له ان شاء الله النيه موجوده عندك. النادي الاهلي نادي كبير طبعا، معقوله يعني انت بتعرض على النادي الاهلي؟ مش هروح انا موجود في النادي مقاولين، ويعني بالطرق الشرعيه خاطبوا النادي وانا قال لك ان النيه موجوده عندي يعني. بس هو ده دي اللي حصل يعني. بعد كده اللي كلمني بشكل جدي وقال لي عاوز اقعد معاك باشمهندس عدلي. وفعلا رحت قعدت معاه، وكان الموسم بينتهي يا كابتن هاني، خلاص الموسم بينتهي يعني، يعني ممكن تقول ناقص مباراتين ثلاثه على انتهاء الدوري خلاص يعني. وكان عقدك في النادي وكان عقدي في النادي تقريبا باقي سنه خلاص، باقي سنه او حاجه، ومصلحه للنادي انه استفاد ماديا من ورايا يعني. بالظبط. فرحت للباشمهندس عدلي وقعدت معاه وقال لي يا ابو حميد احنا عاوزينك في النادي الاهلي، والكابتن صالح سليم عنده خبر ان انا هقعد معاك. طبعا باشمهندس عدلي ما كانش بياخد خطوه الا لما بيرجع للكابتن صالح الله يرحمه. فقلت له يا كابتن عدلي ان شاء الله باذن الله انا عندي النيه وان شاء الله احب ان انا اكون موجود معاكم. قال لي خلاص انا معايا العقود، تمضي العقود. طبعا مضيت العقود وما اتكلمتش في اي اموال ولا فاء اولى ولا يعني تانية. اداك العقد انا ما عايز ابقى موجود. مضيت وخلاص. مضيت وخلاص، ما كانش في فرصه حتى ما كانش في كلام حتى عقدك كام عايز كام الحاجات دي. موجود الباشمهندس عدلي موجود ويسال على الكلام ده يعني. فقال لي خلاص ماشي. مضيت وقال لي لا استنى. اتصل على كابتن صالح الله يرحمه وقال له احمد نخله موجود معايا ومضى العقد. فكلمني قال لي انت مضيت على العقد؟ قلت له قال لي على العموم كابتن صالح. كابتن صالح الله يرحمه. الله يرحمه. انت كلمت في فلوس؟ كلمت في بند من البنود مع الباشمهندس عدلي؟ قلت له لا انا مضيت مع الباشمهندس عدلي، وده شرف ليا يا كابتن صالح ان انا اكون موجود في صفوف النادي الاهلي. بكل بساطه كده طبعا. بعد التالق كمان اللافت للنظر ده، كان من الطبيعي ان النادي الاهلي يعني يبص لك او يركز عليك. الحمد لله. مين انتمائك الكروي؟